السلام عليكم. اليوم حبينا نتكلموا على مجمع صيدال المختص في إنتاج الأدوية والغازات، الغازات اللي تستعمل في الأدوية كالأكسجين ومواد أخرى كالهيليوم. هذه الغازات تستعمل في المستشفيات. إذن بمناسبة حصول مجمع صيدال هنا على اعتماد سيرتيفيكا نتاع ايزو 9001، إذن وتم الحصول على هذا الاعتماد من طرف 3 مجمعات عالمية، هي اي اف وهنا داكس وتيفريلاند. هذا 3 مؤسسات المختصة في الشأن نتاع الأدوية في العالم. تم الاتفاق على منح مجمع صيدال إذن اعتماد إيزو 9001-2015. وهذا الاعتماد يخص، هذه هي لو دومين دو فاليديتي هنا، يعني مجال نتاع الاختصاص نتاع هذا الاعتماد هو الانتاج و لو كونديسيونمون، يعني التغليف و نتاع المواد المنتجة والتجارة في الغاز، الغازات الصناعية وكذلك في الأدوية. إذن هذا هو الاعتماد الذي حصلت عليه شركة صيدال في يعني تقريب كل المجالات المتعلقة بإنتاج الأدوية وبيعها، ويعني كذلك الغازات الصناعية. وهذا الاعتماد سوف يسمح لمجمع صيدال بالولوج إلى الأسواق الأوروبية والأسواق العالمية بفضل هذا الاعتماد. وهنا بعد ما تم يعني اللوديت، هي المعاينة نتاع يعني شروط الإنتاج نتاع الأدوية من طرف إذا مجمع صيدال، و يعني حسب ليزيكجيجونس دو لا نورم ايزو، يعني كل هذه الشروط نتاع المطابقه تم التحقق منها، وتم يعني الوقوف عليها من طرف هذه المؤسسات العالميه. هذه هنا اللي راهي هنايا مسينيا، مؤسسات عالميه، تم الاتفاق على منح مجمع إذن صيدال منحو الاعتماد the certificate available. وهذا الاعتماد هو سوف يعني يتم بموجبه يعني الاستعمال تاعو في على مدة 3 سنوات، يعني ابتداء من 26/12/2023 إلى 25/12/2026، يعني لمدة 3 سنوات. و إذن هنيئا لمجمع صيدال بهذا الاعتماد اللي كما نقولوا مهم جدا، اللي يسمح له باش يصدر المنتوج تاعو في الأسواق الأوروبية وفي الأسواق العالمية، وتكون عنده المصداقية حتى هنا في الأسواق الداخلية في الوطن. فهذا الاعتماد من طرف الشركات العالمية لمنتوجات نتاع الصيدال، هذا يعترف اعتراف كبير جدا، خاصة في ميدان الأدوية اللي يعتبر يعني إلى السنوات الأخيرة حكر على الشركات الكبرى في العالم. ويعني بعض الأسواق كانت مغلقة لبلدان مثل الجزائر في إنتاج الأدوية. إذا هانئا لمجمع الصيدال اللي نعرفوه بالسيريو نتاع العمل نتاعو، ونعرفوه منذ أن كان مدير نتاعو علي عون، اللي الآن راه وزير الصناعة. إذا نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.